السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير في أحوال طيبة إن شاء الله. كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتعليقات الزوينة ديالكم، شكرا بزاف. بغيت نتقاسم معكم طريقتي في لي سوشي اللي كيجيو بساطين بزاف. اللي هنا انا درتهم بالصومون والسوريمي، تقدروا ديروا فيهم الخيار، تقدروا ديروا فيهم لافوكا، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه بغيتوا، الخيز والكاروت، اي حاجه كتحبوا. اللي بصراحه يعني ساهلين، نتوما غتشوفوا الطريقه. كنتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. كنحتاجوا هنا الرز الخاص بلي سوشي اللي كيتباع في اي بلاصه. كنحتاجوا هنايا الصومون والسوريمي. عندي هنا ورق الخاص بلي سوشي، يعني ورق اعشاب البحر اللي كيكون فيه جوج ديال لي فاس. تقدروا تلقاوهم في جميع المحلات، راهم موجودين. وعندي هنايا الخل اللي غنحتاج منه غير قطرات. وكنحتاجوا هاد الحصيره هادي اللي كتساعدنا باش نحاولوا نصايبوا لي سوشي ديالنا. وبالنسبه للروز هو هذا، يعني ماشي هو نفس الروز اللي كنطيبو يوميا، هذا الروز ديال لي سوشي اللي كيكون شويه مكركب. وحتى ملي كيطيب ما كيجيش مكركب بحال الروز العادي، يعني كيجي شي شويه بحال اللي كيتلصق، يعني خصو روز خاص ديالو. كنزيدو هنايا قطرات ديال الخل، غير قطرات، واحد معلقه كبيره. انا هنا درت واحد 250 غرام ديال الرز. صافي كنشدو ورقه خاصه بلي سوشي، ها فيها جوج ديال لي فاس، جوج وجوها، وجه رطب اللي كنديروه لتحت، اللي كنديروه لتحت، والوجه اللي كيكون حرش كنديروه من الفوق. كنحاولوا نفزقو يدينا شويه باش يساعدنا باش نهزو الرز. وكنحاولوا نفرشوا الارز يعني فوق الورقه. من بعد كنديرو سوريمي ديالنا في الوسط. صافي كنحاولوا نطويو، نديرو بحال شكل غولي، ونحاولوا نزيرو يدينا شويه. كما قلت لكم هاد الحصيره هادي اللي كتساعدنا على لي شوست ديالنا، يعني خص اوبليجي تكون. كنزيروها مزيان، وها الرولو ديالنا واجد. كنحاولوا ناخذوا ورقه اخرى كما قلت لكم، الجهه الرطبه كتجي من التحت والجهه الحرشه من الفوق. كنحاولوا نفزقوا يدينا شويه. وكنحاولوا نديروا الارز.
ندوزو للشكل الثاني اللي هو غادي نديرو بالصومو، وكاين بزاف الاشكال. كنحاولو نلويو ونزيرو شويه يدينا كما قلت لكم. بالنسبة للتقطع هنايا خص يكون ضروري عندنا واحد السكين اللي هو حاد، يعني سكين يكون ماضي، وتكون عندنا واحد الفيطة اللي هي نقيقية تكون فازقة شوية، مرة مرة نمسحو بها الموس باش يساعدنا على التقطع. صافي، هنا كنقطعو الشكل اللي بغينا، بغيناهم شوية عراضين، بغيناهم رقاق، يعني كيف ما حبيتو نتوما. يعني شحال ما مسحنا السكين ديالنا بهذاك الفيطه اللي قلت لكم فازقه كتسهل علينا التقطاع. ندوزو الشكل ديال الصومو اللي حتى غادي نقطعوه. حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال لي سوشي ديالنا بالصومو سوريمي. كنتمنى من كل قلبي ينال الاعجاب ديالكم.